رئيس الحكومة زاد الثروة ديالو ب 200 مليار في ظرف سنة. 200 مليار زاد الثروة ديال عزيز أخنوش. نوقف عند هذه النقطة وغادي نوريكم معطيات مثيرة بخصوص هذا الخبر ديال الثروة ديال عزيز أخنوش. خطر مستجد كاين في عهد عزيز أخنوش. هو ولينا هو رئيس حكومة كيمشي يتسلف باش يخلص راسه حتى هو كيدير البيزنس. إلا تأملتوا في هذه الصورة شحال خطيرة ومرعبة. هو كيمشي يتسلف من المؤسسات المالية شكون حيت هو داير شركات مع الدولة وداير صفقات وخصو يتخلص الدولة خصها تخلصو. إذا هو كيتسلف ويخلص راسو. عزيز أخنوش دير الثروات زاد 200 مليار 500 مليار اللهم لا حسد. هنا ما كاينش مشكل. وفين عندك المشكلة المهداوي؟ دابا سؤال زوين. أمزح معكم في عندي المشكل في هاد 200 مليار الأولى. أخطر ما كاين في القصة. أخطر بغيتكم المغاربة تأملوا مزيان. وباش تأملوا المغاربة نحط لكم واحد الصورة. الشيء المغربي ملي كيمشي رئيس الحكومة الحكومة تسلف لك من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تأكد داك الشيء كل ريال خداوه غينقصوا لك من ظروف عيشك قدرتك على شراء المواد باش تعيش تطبيبك صحتك قراية ولادك كل شيء كينقص لك. إذا الديون أخطر آفة ضد المغاربة. الخطورة في المغرب شحال هذه كان رئيس الحكومة الحكومة كيمشيو يتسلفوا شكون اللي كيخلص شكون كنخلصوا الفلوس كنخلصوا المقاولات والمقاولين ونخلصوا وسمعوا هذا القول بولادي باش تعرفوا تقول مهداوي فين عندك الخطوره. سمعوا هذا اش كيقول شحال في عهد عزيز أخنوش ديال الديون شحال جمعوا ديال الديون شحال جابوا ديال الديون في ظرف سنه ونصف الى حدود يونيو 2023 مازال ما كملناش العام زائد 125 مليار ديال الدرهم في سنه ونصف شحال 125 مليار ديال الدرهم في عام ونص. كان انا مازال تنذكر كان السي وهبي كان ديك الساعات هو نائب برلماني وكتابه بات يقولها حتى هو وزير وكان سي سكوري كان داك الساعات نائب برلماني كنا حنا تنجيو كوزراء الماليه تنجيو ندافعوا تيبداو علينا نتوما غرقتي المغرب في الديون درتي وخصكم نسقفوا لكم هادشي ديال الديون وتيجيب واحد التعديل دائما نديروا المديونيه في حدود 60%. دابا عرفتي شحال المديونيه عندهم هما 71.6% دونك فين هو داك التعديل ديالهم اللي قال لك غنوقفكم في 60%. هو يوقف راسو دابا يوقف راسو. كان ديما حنا شحال كنا تنتسلفوا سنويا كمعدل من 2012 حتى 2021 مع العلم ان 2020 كانت سنه صعبه خرجنا تنقلبوا على الديون لانه كورونا العالم كامل طلعوا لنا المستودع كنا تنتسلفوا في حدود كمتوسط 39 مليار على ذكر كورونا. واحد الفكره خطيره جدا عاد تفكرت دابا ملي قال كورونا عقلت على الكمامات اجباريه الكمامات شكون مالي الكمامات شكون الشركات اللي كتصنع الكمامات علاش كنقولوا زواج السلطه السياسه والاقتصاد. أخطر ماكينة في القصة هو عندما يتسلل الفاعل الاقتصادي إلى مربع القرار لصناعة قوانين تعود بالنفع عليه اقتصادياً.